الاندفاع والتحدي والبدايه هنا مع لحظاتها الاولى من مثير عبد الله بن علي بن مهير الشامسي هو من يتواجد الان على قمه الشوط وعلى النجاح الاول المركز الثاني وصل شاهين محمد بن ناصر بن محمد البريدي المري هو من يتواجد على المركز الثاني، المركز الثالث وصل شاهين لحمد بن سعيد الدرعياتي في المركز الثالث في هذه اللحظات والمركز الرابع تقدم شعار مظفر بن محمد العامري يتقدم ليقدم شاهين على المركز الرابع في هذه اللحظه بينما المركز الخامس، المركز الخامس مياس سيف سيف بن عبيد بن حميد هو من يتواجد الان ليحتل المركز الخامس اما المركز السادس. المركز السادس حضرنا الكريم مشاهدينا الاعزاء مياس محمد بن سيف بن علي بن كليب هو من يحتل المركز السادس في هذه الاثناء المركز السابع وصل وبران تعود ملكيته لخليفه بن حمد بن سليم. الاجتبية تواجد في المركز الثامن بينما المركز التاسع شاهين لعبد الله بن صالح راعي الطيره العامري والمركز العاشر اللي نشاهده الان من خلال هذا الاداء وهذا الاندفاع في هذه لحظات هملول لسيف بن سالم بن خلفان بن راشد الشامسي، هذه الاسماء امامكم مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل في لقاء هذا الشوط ولقاء الكبار ثمانية كيلومترات هو الميدان التحدي وميدان المناسبات والمنافسات القوية في كل المشاريع والحق المشروع للجميع بالمنافسة حتى خط النهاية بينما المركز الأول نعود إلى شاهين أو مثير على قمة الشوط مثير لا يزال في المركز الأول عبد الله بن علي بن مهير الشامسي يحتل صدارة الشوط ويندفع بالقيادة نحو خط النهاية ونحو الإبداع والاستمتاع الاول في لقاء هذا الشوط المركز الثاني من الجانب الاخر نشاهد في لقاء وتحديه وكذلك المنافسه هناك على المركز الثاني يا سلام هذا هو شهيد محمد بن ناصر البريدي المري هو من يتواجد ليحتل المركز الثاني اما المركز الثالث حمد بن سعيد الدرعي ياتي مع شاهين الى المركز الثالث المركز الرابع شاهين كذلك في المتابعه مظفر بن محمد العام يحتل المركز الرابع في هذه اللحظه وفي هذه المواجهه العملاقه المركز الخامس شوف المركز الخامس محمد بن سيف بن علي بن كليب هو من يتواجد في المركز الخامس الان في هذه اللحظات المركز السادس نتابع ونحكي حكايه الانتقالات مزاجي الله يا هذا الاسم هنا سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي وخلك مزاجي يا ابو حمد خلك مزاجي وخلك على المزاج العالي دائما المركز السابع نقلة مباشرة إلى المركز السابع ولا الانتقال الواضحة من خلال هذه اللحظات ومن شاهين سالم بن بخيت بن غنام الهاملي يحتل ويتواجد في هذا الموقع وهذا الاندفاع نشوف المركز الثامن تقدم سيف بن سالم بن راشد النايلي هو من ياتي في المركز الثامن في هذه اللحظه المركز التاسع وصول من عبد الله بن صالح راعي طيره العامري والمركز العاشر تسلل من جانب ملفت لحمد بن راشد بنايع بن الغفلي الان هو من اختار الموقع والمركز العاشر في هذه الاثناء اذا عشرة من المراكز المتقدمة في هذه اللحظات وعشرة اذعناها وتابعناها في المسار الثاني وعشرة بالفعل على عشرة في هذا المهرجان مهرجان فخر لجيال الكلة في هذا المهرجان للمشاركة واكيد بلا شك الجميع سعداء في المنافسة وسعداء بالفوز والانتصار في كل الاشواط او في كل في كل سن هنا من خلال هذه التحديات ومن خلال هذه المشاركات نعود لنقترب مشاهدينا الكرام من التحدي الاول ومن المسار الاول ننطلق مباشره لنعود الى شاهين في المركز الاول وصدارة هذا الشوط شاهين للمرق او مثير عبد الله بن علي الشامسي هو من يتواجد عبد الله بن علي بن مهير هو الان من ينطلق على قمه الشوط في هذه الاثناء على المركز الاول ومسيطر سيطره واضحه سيطره فعاله في لقاء هذا الشوط والمسيطر المسيطر ما شاء الله تبارك الله ايها الحمد الكريم لكن المركز الثاني حمد بن سعيد الدرعي يقدم لجمهوره هنا شاهين على ثاني المراكز في هذه الاثناء ولكن غير شاهين شاهين مظفر بن محمد بن خموشه العامري غير واحتل المركز الثاني في لقاء هذه اللحظات لقاء مميز وجميل ورائع وحساس الان اذا مثير اذا شاهين في قمه الشوط وفي الاندفاع بينما المركز الثالث تراجع نوعا ما او تقدم في هذه اللحظه مشاهدينا الكرام مياس تعود ملكيته محمد بن سيف بن علي بن كليب يتواجد على المركز الثالث بينما المركز الرابع شاهين حمد بن سعيد الدرعي هو من يتواجد في المركز الرابع اما المركز الخامس اللي وصل الان في المركز الخامس مزاجي سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي هنا يصل ليتواجد ويحتل المركز الخامس يلا يا ابو حمد اكيد بلا شك سيكون الحديث هذا المساء والقدور تطابق يا ابو حمد المركز السادس نشوف المركز السادس في هذه اللحظات سادس المراكز وصل شاهين سالم بن بخيت بن غنام الهاملي من تواجد واحتل المركز خامس في هذه او المركز السادس في هذه اللحظات سابع المراكز نتابع شعار الغفلي يتدخل مع ملفت 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 حمد بن راشد بن نايع يأتي في المركز السابع في هذه الاثناء اما المركز الثامن وصل الصياد في هذه الاثناء الصياد تعود ملكيته لحمدان بن حمد بن راشد بن حمد بن غدير هو من يتواجد في هذه اللحظه وينطلق على هذا اللقاء صاحب بندقيه في الموسم الماضي على ارضيه ميدان التحدي في الشحانية المركز التاسع الآن نعود إلى شاهين ونتابع محمد بن ناصر البريدي المري بالمركز التاسع عشر المراكز سيأملون لسيف بن سالم بن نايل الشامسي هذه أسمى هذه العشر المراكز هذا هو تحدي الشوط ومسار الشوط في الانطلاق والاندفاع والاستمرارية مع حديثي هذا هذا المهرجان نعود مشاهدين الكرام مرة أخرى لنشاهد ونتابع مياس على قمة الشوط مياس المركز الاول الان متصدر هذه الاسماء وهذه المجموعه في مقدمه الشوط محمد بن سيف بن علي بن كليب هو الان على قمه الشوط هو على راس الهرم اللي نسيطر الان واندفع بالمركز الاول ولقاء هذا الشوط يا سلام يا سلام المركز الاول ان شاء الله نتابع ونتابع مع مياس المركز الثاني يشاهد هناك شهيد تعود بالكيتة مظفر بن محمد بن خموشه العامري يحتل ويتابع ثاني المراكز في لقاء هذا الشوط، في تحدي هذا الشوط، في مناسباته ولقاءاته، تحدياته، الله يفرح الجميع بالاندفاع المميز، ولكن الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة هي الفيصل والفاصل بين الأسماء القادمة والأس والأسماء المتعلقة والمتألقة في لقاء الفترة المسائية، المركز الثالث وصل وصل شاهين تعود ملكيته مشاهدينا الكرام. المركز الثالث الان شاهين والملكيه او مثير لعبد الله بن علي بن مهير الشامسي ياتي في المركز الثالث المركز الرابع وصول من خلال مزاجي سلطان بن دخيل الله العتيبي او نو سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي ابو حمد هنا في المشاركه ابو حمد سواء في الاستديو التحليلي ام هنا على ارضيه الميدان لا بد انه يسوي لك مزاجي هناك على المركز الرابع المركز الخامس وصل شاهين لحمد بن سعيد الدرعي المركز السادس ملفت حمد بن راشد بن نايع الغفلي المركز السابع وصل الصياد حمدان بن حمد بن راشد بن حمد بن غدير مشاهدينا الكرام وصل في هذه اللحظه واحتل المركز السابع المركز الثامن تقدم الان من خلال شاهين احمد بن عتيج بن محمد العميمي المركز التاسع من الجانب الاخر شاهين الاخر عبد الله بن صالح راعي الطيرة العامري وعاشر المراكز في هذه الاثناء ومع اول لدى شاهين ناصر بن سيف بن سالم انيادي هذه الاسماء اللي ذكرناها هذه الاسماء اللي ذعناها هذه الاسماء الحاصده والحاصله على المراكز الاولى من ضمن دائره الاعلام الاولى في فترتنا المسائيه في شوطنا التاسع مشاهدينا الكرام ولكن مسار الشوط حتى اللحظه لم تتضح وتبان معالمه بينما صدارة الشوط والمجموعة الأولى تضم كل النخبة تضمكم من الأسماء ولكن مزاجي الآن غير مزاجي واحتل صداره الشوط، الله ارتفع المزاج، تطابقت الجذور وبدا مشاهدين الاعزاء حراره الشوط في الارتفاع وتثور هنا من لحظات المزاج، يا سلام يا سلام، سلطان بن نوار هو الان من يحتل المركز الاول، من يسيطر على قمه الشوط، لكن حذاري ارى سته ولا ثمانيه من القعادين في المنافسه الاولى 1200 وخط النهايه، يرحب بالقادمين، اهلا وسهلا بالقادمين الى منصات التتويج الى منصات الاحتفال بالناموس الى منصات الفايزين بالسيارات ولكن ملفت مسيطر ملفت يقدم عروض ممتازه حمد بن راشد بنايع الغفلي ولكن وصل الصياد مع الكيلو الاخير وصاد السياره صاحب البندقيه في ميدان قطر هذا هو امامكم مشاهدينا الكرام الصياد 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 حامل ذهب حامل تحدي ومعتاد على المراكز الاولى هنا في مشاركته على ارضيه ميدان المرموم ليس الا للتجهيز هذا هو الصياد حمدان بن حمد بن راشد بن حمد بن غدير الان اقلع من خلال هذا الموقع وادى الاداء المميز ادى الاداء الممتاز المركز الثاني ياتي شاهين في هذه اللحظات مظفر بن محمد بن خموشه العامري يحتل المركز الثاني بينما الصياد يحاول ان يستعيد الـ 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 الامجاد اي بينما يحاول ان يبقى مع البندقيه دائما في لقاء مميز وجميل ولكن المركز الثاني شاهين مظفر بن محمد بن خموشه العامري ياتي في المركز الثاني في لقاء عنيد جدا في لقاء مع شعار هد مع شعار الراعي صوغه عنيد جدا ولكن الصياد يحاول الصياد يحاول وشاهين يحاول ولكن الصياد بدا يصمد بدا يصمد من خلال هذه اللحظات ويادي اداء مطلوب ومميز واسعد الله مساكم يا هالي مرغم على هذا الفوز وعلى هذا الناموس وهذا الانتصار هذا هو امامكم ايها الحبل الكريم مشاهدين الاعزاء الصياد الصياد اللي خطف المركز الاول واتجه نحو مرغم تماما بالسيارة وكذلك مع الفوز الماضي في الموسم الماضي هنا يأتي من جديد ليضيف انجاز على انجاز ويسجل حروفه باسم من ذهب تهانينا وناموس المركز الثاني يأتي شاهين لمظفر بن محمد بن خموش العامري المركز الثالث شاهين لمحمد بن ناصر البريدي المري المركز الثالث سيف بن سالم النايلي والمركز الخامس مثير يأتي للسيد عبد الله بن علي بن مهير الشامسي هذه الخمس المراكز الاولى ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء ولكن نعود بحضراتكم الى لحظات التوقيت الزمني في هذا المشوار وهذا الشوط وكان الصياد حاصلا على المركز الاول بتوقيت مقدار 13 دقيقه 17 ثانيه 6 اجزاء من الثانيه ثانيه والناموس الى حمدان بن حمد بن راشد بن حمد بن غدير بينما اللي وصل في المركز الثاني من خلال المسار والمنا فست الاخيره شاهين تعود ملكيه المظفر بن محمد بن خموش العامري 13 دقيقه 20 ثانيه خمسة من الاجزاء من الثانيه تهانينا على الفوز والانتصار ثالث المراكز في خلال هذه اللحظه والتنافس المثير عاد من جديد الينا كذلك في هذا اللقاء شاهين لمحمد بن ناصر بن محمد البريدي المري في لحظات الختام ب 13 دقيقه 25 ثانيه وثلاثه من الاجزاء من الثانيه كان توقيته في المركز الثالث مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم